السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس بخير. اليوم غادي نشارككم معكم النهار ديالنا كيفاش كنعجنوا الخبز. صراحه وليت كنعجنوا كيعاونني الشيف دابا، حيت هو كيحكر على الخبز خصو يكون فاش فاش وزوين وطري. الخبز ديال الدار العيد انت ما كتبغيش الخبز ديال الزنقه بتاتا. يلا اليوم غادي نديروا معكم الخبز ديال الدقيق ديال القمح بلا دقيق الفرص. انتم بطريقه يجيكم فاش فاش وحسن من ديال الزنقه طبعا. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل. اليوم بغيت نشارك معكم العجينه الخبز ديال فات ملي درت معكم فيديوهات سابقه، ولكن انا ديما كنحاول نحسن من هذا الخبز. كل مره خصني ندير عليه تحسينات ويجي احسن. اليوم غادي تتابعوا معايا الحلقه ديالي ديال الخبز الكامل وبطريقه اللي كيجي مفشفش ورطب. عندي هنايا كيلو الا ربع ديال هذا الدقيق القمح الكامل، هانتوما انا مطحونه فيه النخاله ديالو، وهنايا 250 غرام ديال الدقيق الفينو. انا حاولت ما ندير كاع الفرص في هذا الخبز. ممكن نتوما اذا كتستعملوا ديروه. المقادير ديالنا، عندي هنايا الملحه درت انا 16 غرام، حيت عندنا هنايا في كيلو 20 غرام، ولكن ممكن نقصوا الملحه، نقدروا نديروا 16 غرام. الخميره الفوريه 20 غرام، درت هنا 10 غرام ديال السكر و20 غرام ديال الزيت النباتيه ديال زيت الزيتون او زيت المائده، كيبقى لكم الاختيار. السكر درتو غير حيت عندي هذا الباتور كنعجن فيه ديما الخبز، الا عندكم بحالو كنعجنوا بهذا الكروشي او المنجل. ما عندكمش تقدروا تعجنوا بيديكم بالطريقه التقليديه، غير هو ملي كنديروا الماء كنديروا تدريجيا يعني، وكندلكوا خص تدلك مزيان. بسم الله. عندي هنا الدقيق ديال القمح، الفينو او الفورس. غادي ندير المكونات اللي هما الملحه، ونبعد عليها وندير الخميره، السكر، الزيت. وعندي الماء هو اللي الكميه كتروح بين 700 و 800 غرام على حسب الدقيق واش كيشرب لينا ولا لا. غير هو كنديرو ديما تدريجيا، ما كنكبش الكميه كلها. انا عندي هنا كيلو، هنا خديت 800 مليليتر ديال الماء دافي. غادي ندير نصف ديال الكميه ونخلي النصف، لان دابا عندي كيلو ديال الدقيق. ديما ملي كيكونوا عندنا العجائن هانتوما كنعجنوا بالمنجل او الكروشي. بسم الله. كيف انا غادي نوقف على الصداع، كيف قلت لكم هاد الماء غادي نبدا نشربو تدريجيا. دابا ما غاديش يكون الصوت، نخلي العجينه تعجن، غادي نكمل فيها 10 ديال الدقائق خاصها تدلك وتولي مطاطيه. يلا غادي تتبعوا معايا كيفاش كنجي. العجينه ديالنا هي تعجنات القوام ديالها. هانتوما شتو، هذا واخا دقيق القمح شتو حيت تخدم كيولي كيتجبد. انا دخل ليا ليه 850 مليلتر او 850 غرام، علاش؟ لان القمح كيشرب وكذلك معاه الفينو. صافي انا غادي نحيدو. هانتوما العجينة غنقدر نهزها تا في واحد، هانتوما شتو تبارك الله عليك تدلكات مزيان. صافي دابا غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها طار ليا طريفة العجينة، ونخليها ساعة د الما كالنا تتخمر. المهم حتى طلع حتى يتضاعف ليها الحجم، ماشي غير يتضاعف على ثلاثة د المرات. صافي غنغطيها بالسلوفان.
صافي غطيت العجينه واحد ونرجعوا ليها من بعد ساعه المكان. يلا اجي شوفي هنا الخبز هو خمر من بعد ما دوز ساعه ما كان لك معها قد الساعه. المهم يطلع يتضاعف الحجم ديالو صافي بسم الله. انا غادي نلحو هنا فوق الطبله انا باش نقطع خبيزات، انا كنبدا نعبر على الخبيزات باش يجينا يلحد في القط. بسم الله فين وصلتي في هذاك الخبز؟ صافي احنا بدينا فيه صافي راه خمر غادي نقطعو نجيبو عند الميزان باش نعبر الخبيزات. اجي نعاونك باش نسربيوه. نعاونك باش نسربيوه. يلاه تقطعو ولا نعبر ولا أنا نعبر لك وانت يا كوره شي باش نسلو طبعا اجي لهاد الشيء باش نسلو عندي في 80 بركه 80 غرام كتجي مزيانه كتجي مزيانه بسم الله. دابا حنا ما لقينا ولفنا داك الخبز ديال السوق. ما كاين ما حسنا الخبز ديال الدار. هانتوما 80 غرام كتجي القياس ديال ليز، شوف ليزا يكملها. عما كيتم السبعة. نكملوا حنا هاد الخبيزات بهاد الطريقة ونرجع لكم. من بعد ما قطعت الخبيزات كلشي درت فيهم 80 غرام، غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 او 15 دقيقه على الوقت باش نوجد البلايك. انتما شحال خرجينا هنا؟ 24 بياسه. نغطيهم بمنديل ونرجع لكم. يلا بينا باش نتعاون معك على هذا الخبز نسربوه. كنديروا واحد شويه ديال الماء هنا ونديروا فيها واحد الفوطه نقيه في الزكاه هذه مزيان. عاود كتب عليها فوالا كتكون شاربه الماء مزيان. كتحيد الزنا هذه النخالة أنا شريتها جاهزة كاينة عند الطاحونة النخالة ولا تغربلوا الدقيق ديالكم. أنا كنمشي عند دوك اللي كيطحنوا ديما كتلقى عندهم النخالة. بسم الله. هذه العملية ضرورية باش الماء باش تشد لينا وحيت النخالة ما كتكونش كثيرة كنزيدها هنا هنايا. راه مزيان ملي كتزيدو النخالة الخبز كيصلح صحاب الامساك اللي كيجيو من القبض مزيان وكتكون صحية أكثر. وعرفتي واحد القضية دابا هاد الخبز راه كيطلع لنا اقتصادي. دابا هاد الخبيزات بشحال كنشريو في السوق؟ الشاف ديما كيدير بحساب حيت أنايا كنشري الخبيزة بجوج دراهم وهنايا عرفتي بشحال القيمة هاتي؟ بشحال حسبتي؟ حسبت ليها القيمة ب هاد العجينة كلها بقيمة ب 10 دراهم، ولا جينا نشريو هادو كنشريوهم ب 48 درهم. يعني هذا تقريبا يا بابا. ولكن فاش تشري الخبز من الزنقة راه ماما ما تتعجنش وكتبقى مرتاحة، ماشي مسكينة كتبقى تنوض تعجن. راه تتشري راحتها راحت المدام. إيوا بنتي راه عرفتي راه عرفتي شحال ديال الفرق. بنتي تعبكم راحة ولكن عرفتي شحال ديال الفرق راه 48 درهم ونزيدو كاع الكاز شحال كاع ديال الكاز. لا هذا صحي اكثر. واه صحي وحاجه نقيه ما فيها لا دخول فيها والو. صافي يلا غادي نكملو الخبيزات ديالنا بهاد الطريقه. هانتوما وغادي نرجع لكم من بعد ما نكرسهم كاملين. شوفوا الخبيزات يجيوكم حتى هما الساندويتشات للدراري. دابا كلشي كرستهم وحطيتهم في البلاك وغادي نخليهم يخمروا على خاطرهم تقريبا واحد 30 دقيقة وغادي نرجع لكم. الخبز ديالنا هو خمر من بعد ما خليته تقريبا 30 دقيقة أو أكثر على حسب الجو. هانتوما شوفوا كيطلع غير هكا راه كيشهي هاد الخبز. الخبز بدقيق القمح الكامل ومقرص بالنخالة. هانتوما الشاف كيدير لي غير التقيبات. صافي الفران سخنا على شحال؟ 40 سخنا الفران على 240. يلاه يلاه مرحبا. اللمسه كيديرها ديما الشكراك.
واحد اللمسه ديما كيديرها الشاف اغات دير انا كنصور من العين. هنا الورقه راه غير حيت كبيتي الماء بحال طاح شويه. راه 230 راه 240 خصو يكون سخون مزيان. يلا ونخليوه تقريبا 15 دقيقة وحنا نرجعوا لكم. صافي الخبز واجد. هانتوما الخبز بدقيق القمح الكامل والفينو ما درتش فيه الفرص. صافي الطابور بلاكات بجوج. ما شاء الله الخبز خصك تهزو وتحس بيه خفيف ماشي تقيل خفيف. سخن سخون صافي هو هذاك كيف بغيتي. سخون 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 ماشي وحيده بلاتي انت. انا جبت لك فاش تحط بعد الخبز بني انا هذوك التطبيقات ديما عزيز عليك التاويل التطبيقات ديال الدوم كيعجبني انا هذوك داك الشيء قلتي ما شاء الله ما شاء الله. خلي الباقي تم وحده انتم هو التويقه ديال الخبز هذه. بسم الله راه سخون لعب فوق نكتشفو هانتوما كيرجع انت ماشي كيلصق كتبرك عليه وكيرجع حيت الخبز الا كان تطورك عليه تيلصق ما طيبش اي وما مخدومش انت من مخدوم نشوف شو كي متقب تبارك الله. يلا بصحة وراحة ندوزو التقديم النهائي. ايوا ها الخبز ديالنا ديال الخبز ديال القمح بنخالتو والفينو كيف قلت لكم هانتوما شفتو ورا كتشلينا فيها لا فاش فاش هذا عرفتي لاش كيصلح هذا بلا دقيق بعدا مبيض عرفتي علاش كيصلح مع زبيب هاد العود هي وزيت العود يلاه بصحة بسم الله بصحة والراحة اللي كيشاهدنا أول مرة يشارك في القناة يقرع على الجرس بصوت جديد عرفتي حطوا إعجاب حطوا تعليقات ديالكم على هانتوما الخبز بالطريقة ديالنا أنا والشيف كنخدمو ولا كيعاوني في الخبز باش وعلى ولديك راه بغيتي تخدم رخيصة إيه هو الخبز ديال الدار لا كيتخدم رخيص بلا دقيقة الفرص يلاه تبارك الله ملي كنشريهم كنشريهم بجوج دراهم الوحدة وهنايا حتى درهم وصلة لا لا راه الناس عارفين الحساب ديال الدقيق يلاه حضروه وبالصحة والراحة.